جئنا لتقرير هيئة الاتصال السمعي البصري حول التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. كان لاحظتوا تشوفوا اللي المرشح ورتبته في التغطية تقريبا 11، وفي معظم الحالات عندما يقع الحديث عن مصطفى مرزوق يقع الحديث عنه بغيابه أو بغياب من يمثله، في حين يحتكر منافسنا بعض الفضاءات الإعلامية ويعني يتحدث فيها بمفرده وحده مع مذيع يقول له سلباجي قدمش حلو، سلباجي ما بنك. فأعتقد أنه نجم يكون سلباجي حلو بنين، ما عندنا حتى إشكال. أما راه الإعلام الصحيح ماهوش هذا. ثم أنا حاب نوجه كلامي للخيان الصحفيين، نقدروا دورهم، نقدروا المعاناة اللي عانيت لها من أجل إظهار الخبر في صيغته الحقيقية والموضوعية. ألا يلاحظ الإخوة الصحفيين أن ما تقوم به بعض الوسائل الإعلامية يثير التخوفات حول مستقبل الخبر الصحيح والخبر الموضوعي في الإعلام في الفترة القادمة، لو قدر لشخص واحد أو لحزب واحد أن يسيطر على كل وسائل الإعلام من خلال هذه الأكاذيب والإشاعات التي يقع نشرها كل دقيقة وكل ساعة، وآخرها مش كنت برع عليا بإعلان استقالتي من إدارة الحملة الانتخابية. نشكر على التبرع هذايا، ولكن احنا في حملة الدكتور مرزوق نحتاج إلى شوية أموال. ماذا بينا يتبرعونا مادام هما كرماء يتبرعونا بشوية أموال ويحاولوا أنهم يكتبوا الأشياء الواقعية، ما يكتبوش الأماني تاعهم، ما يكتبوش الأحلام تاعهم. احنا موجودين في موقعنا، وموجودين في موقعنا تطوعا، وموجودين في موقعنا لأن مؤمنين بالصراع الذي نخوضه، وما دمنا نخوض صراع مع هؤلاء فهذا يؤكد أننا في الموقع الصحيح، ويؤكد أننا دخلنا هذه المعركة خوفا على حرياتنا، وأن هناك ما يبرر حقيقة خوفنا على حرياتنا.